طبعا احساس جميل جدا ان انت تتحط في المحافل الدوليه دي وتبقى ليك فرصه انت تشارك في حاجات دي وتشرف بلدك وتبقى اصغر ناشئ يجيب ميداليه في البطوله الحمد لله. وطبعا احساس اجمل ان انت تشوف الناس دي جايه تشجعك والناس دي جايه تسقف لك والسيد الوزير جاي يستقبلك في المطار ومعاك المدير الفني بتاع المنتخب بتاعك كابتن شريف مغازي وكابتن امير ناس كلها من الاتحاد وناس في ستيك ورد زي ده بالظبط. فالموضوع لا 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 الموضوع جميل جدا بصراحه الحمد لله. كبطوله زي دي لا الحمد لله ما واجهتنيش اي صعوبات لان الاتحاد بتاعنا الحمد لله بيوفر لنا كل حاجه او بيوفر على قد ما يقدر طبعا. وبرده البطولات اللي قبل كده برده ما حسيتش ان في اي حاجه كانت المفروض تتوفر لي وما توفرتليش الا اذا كانت مش متوفره برده للناس اللي معايا فده شيء كويس الحمد لله. بس طبعا هو عرفه ان الرياضه الاولى للشعب طبعا الكوره والشعب كله بيهتم بيها ودي مشكله طبعا لان في زي ما شفنا مش انا بس في ناس احسن مني كمان بتعمل نتائج احسن من الكوره مليون مره مليون مره مش بس بيخرجوا من الدور الاول لا دول بيجوا ميداليات وبيجوا ميداليات اولمبيه وبيحطوا الدوله نفسها في حته احسن ما هي موجوده دلوقتي ومحدش بيهتم بيها خالص محدش يعرف. انا كل ما تتكلم مع حد على اي حاجه من الموضوع ده يقول لك اه طبعا مفيش اهتمام كده يروح القهوه يتفرج على الماتش عادي مفيش مشكله فعلا. اه يا ريت يبقى في نص على الاقل نص الدعم الموجود للكوره يتوزع على بقيه اللاعب الفرديه التانيه بجد هنشوف مصر بلد احسن بكتير في الرياضه وهيساعدنا بقى في كل حاجه في البلد.